استعرضنا من عام 2005 لحد الآن فشلت كل الأحزاب بتقديم الشخصيات اللي تبوأت هذه المناصب المهمة جدا وأوصلت البلد لهذا الواقع. يعني إذا نقرأ بالأرقام العراق بالمرتبة 34 من الدول الأسوأ بالمنظومة الصحية، بالمنظومة التعليم خرج من التصنيفات وهذه مشكلة كبيرة جدا، الدوينج بيزنس بمعنى أنه ريادة الأعمال بداخل العراق، تقرأ منظمة وكالة الدوينج بيزنس العراق بالمرتبة 172 من أصل 180 دولة بمعنى الأسوأ. إذا نتكلم عن الهدر والفساد فإحنا نتكلم عن العراق ينافس ثلاث دول يعني بائسة جدا مع بتقييم الأداء أنه بمعدلات الفساد. تقرير للاتحاد الأوروبي لهيئة الشفافية أو وكالة الشفافية يتكلم عن أنه العراق أهدر ما يعادل تقريبا 310 مليار دولار فساد. 310 يعني الرقم همينة مرعب. ليش احنا دائما طبعاً. ليش دائما العراقي المواطن الفقير يدفع ثمن اخطاء الحكومات الوزارات المتعاقبه من جتي للعراق الى حد الان؟ يعني استاذ علي، يعني حتى خشومنا راحت ايضا من راحه الفساد. يعني هذه المسؤوليه انه تفشي الفساد بجانبين. الجانب الاول هناك نوع من الاستهتار من المفردة لدى السياسيين والأحزاب بمعنى أنه بدأ يستبيح مقدرات الدولة بدون خوف، لأنه هو يراقب وهو يسرق، فبالتالي لا يوجد رقابة حقيقية أنه ممكن تعاقبه وأنه ممكن تحد من هذه العملية. الجانب الآخر اللي هي مسؤولية الفرد والمجتمع، الفرد والمجتمع لا زال لم يستوعب التجربة بالشكل السليم حتى ممكن أنه يأخذ دورة في انتقائيته باختيار في مراحل الانتخابات أو حتى نوع التظاهرات أو الرفض اللي ممكن يقدمه لهذه الأحزاب. يعني إحنا نستغرب جدا عندما تجلد أو يجلد المجتمع نفسه عندما يرفض جهة دونا عن جهة أو كذا، لأنه إذا استعرضنا وردنا نكون بمهنية عالية جدا أنه بصوت العقل نريد نحدد المسؤولية، من أوصل العراق إلى هذا المستوى المتدني في تقديم الخدمات وأيضا الوضع الاقتصادي والبناء حتى التنظيمي المجتمعي، فكل الأحزاب المشاركة من دون استثناء بالعملية السياسية منذ عام 2005 لحد الآن هم مساءلين ومسؤولين عن ما أوصلوا البلد إلى. فبالتالي المجتمع الآن المفروض يمتلك نوع من الوعي يختلف في عملية أنه ممكن اختياراته في مراحل الانتخابات أو غيرها. فالمسؤولية مشتركة، لكن الأكبر هو استهتار القوى السياسية المشكلة للسلطة أو المتصارعة على السلطة وأنه أوصلت البلد لهذا المجال. واحدة من الأسس في إدارة الأزمة حتى ممكن نتحرك بشكل يختلف أساس الخيارات للشخصيات التي تقدم بدءا من رئيس الوزراء مرورا بالمحافظين بالوزراء والوكلاء والمدراء العامين يجب أن تكون بانتقائية وتنظيم يختلف عن ما سبق، وإلا سنعاني أكثر.